الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي ما يسمى بطريقة الهبوط والصعود على حد. الهبوط، خلينا ألونها، الهبوط والصعود أو الصعود الأحد الأسرع، أو ما يسمى بالستيبست ديسنت جريدينت فيكتور مينيمايزيشن أو ماكسيمايزيشن ميثود. الآن هذه الطريقة معنية بالوصول إلى حالة النهاية الصغرى أو النهاية العظمى باستخدام طريقة أخرى، غير يعني تختلف عن أخذ المشتقة ومن ثم مساواتها بالصفر وما شابه. ولنأخذ على ذلك مثال. لنفترض بأن لدينا المشتقة الآتي. الآن f of x هذه تساوي 2x تربيع سالب 4x زائد 10. إذن f of x تساوي 2x تربيع سالب 4x زائد 10. الطريقة التقليدية التي تعلمناها هو أن نأخذ المشتقة الأولى للدالة على سبيل المثال هنا، ونأخذها ونساويها بالصفر. فبهذه الحالة المشتقة الأولى لهذه الدالة تساوي 4x سالب 4 يساوي صفر. معنى ذلك بأن x تساوي 1 صحيح، هي ما يسمى بالcritical value. لو أنه الآن نختبر، يعني نتأكد من أن هذه minimum أو maximum، نلجأ إلى اشتقاق مرة ثانية. لنفترض الآن هذه المشتقة الثانية هنا على أقصى اليمين of x تساوي طبعا تساوي 4، وهي أكبر من صفر. معنى ذلك بأن الدالة وصلت إلى minimum، أو خليني أمحى أصلح الحكي هذا إن شاء الله، أنها وصلت إلى minimum اختصار لminimum. وطبعا الminimum هنا اللي يعني هذا عندما كانت x تساوي 1 صحيح وصلت فعلا لنهاية الدنيا هنا. الآن سنتعلم بواسطة ما يسمى بطريقة الهبوط أو الصعود الأسرع أو الأحد، أو ما يسمى steep descent or ascend gradient vector minimization model. نتعلم بطريقة أخرى، يعني نتلمس الوصول إلى المينيمم أو الماكسيمم بطريقة تدريجية. خطوة الواجب اتخاذها ووضعتها تحت رقم 2 هنا، أن نختار قيمة تقديرية، يعني بنتحذر هنا فقط يعني قيمة قد لا تكون عشوائية لكن من اجتهاد الباحث. فاخترنا بأن X sub naught هذه تساوي 3، وهي الثلاثة بنسميها احنا القيمة الابتدائية. دعني أميز هنا، هذا هاي هي القيمة الابتدائية يعني القيمة الأولى التي نبدأ بها بالتحذير، واخترنا هنا هذه القيمة 3، x تساوي 3 أو x ناقص تساوي 3. فهذه القيمة الابتدائية نبدأ بها بالتحذير أو بالتلمس أين نقطة المينيمم لهذه الدالة أو الماكسيمم طبعا. فعندما اخترنا رقم 3 هنا نقيم الدالة عند هذه، طبعا المشتقة الأولى، عفوا نقيم قيمة المشتقة الأولى للدالة عند 3، فبتكون بالحالة هاي 12 لأنها هنا 4. لاحظوا لي 4، نستعيض عن الأكس بثلاثة، بيطلع 4 في 3 يساوي 12 هنا، وهاي السالب 4 تنزل هون، فبكون طبعا القيمة 8. هذه هي 8، لكن 8 أكبر من صفر. بمعنى آخر لاحظوا لي أنه قيمة السلوب هنا 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 قيمة السلوب اللي هي خلينا أحطها ب الخط تكون إن شاء الله، اللي هي قيمة F prime of 3 تساوي 8، لكنها لا تساوي صفرا. لاحظوا لي لا تساوي صفرا. معنى ذلك الآن
بأن علينا أن نتلمس خلينا أمحى هذا الحكي هنا هاي القيمة أمحاها أوكي ونبحث عن قيمة ثانية غير الثلاثة فنختار قيمة ثانية اللي هي الآن قلنا تساوي طبعا قيمة ابتدائية يساوي ثلاثة فنذهب لاختيار ما يسمى بمعدل التعلم ألفا شو هو معدلته ما هو معدل التعلم هذا المعدل هو عبارة عن قيمة يختارها الباحث بحيث أنه يأخذ إشارته سالبة دائما وأبدا لاحظوا لي هنا طبعا وسأشرحه بالتفاصيل هنا هاي إشارة سالبة هنا إشارة سالبة وهذه إشارة سالبة طبعا هنا هذا إشارته عندما اخترنا يساوي واحد بالعشرة أو يعني 10% وهكذا فدائما إشارته سالبة وحسب الخطوات التالية الآن القيمة الابتدائية الثانية هنا تساوي القيمة الابتدائية الأولى اللي هي ثلاثة مطروح منها ألفا التي اختارها الباحث وهنا اخترنا ألفا تساوي واحد بالعشرة 10% فالعشرة بالمية منعوض عنها بألفا هنا إذن أكس الثاء الأولى اللي هي الاقتراح الثانية أو القيمة الابتدائية الثانية تساوي القيمة الابتدائية الأولى لكن مطروح منها قيمة ألفا اللي هي 10% مضروب بالتقييم الدالة عند القيمة الابتدائية الأولى لاحظوا الآن وهي تساوي ثلاثة سالب واحد بالعشرة مضروب في ثمانية فبعطينا الآن القيمة الابتدائية الثانية اللي هي 2.2 بالعشرة إذا انزلنا يعني انخفض الآن انخفضت قيمة القيمة الابتدائية التي نتلمس بواسطها المينيمم في هذه الحالة من ثلاثة هنا اللي هي يعني القيمة الابتدائية هاي من ثلاثة اخترناها هذا هي إلى 2.2 بالعشرة الخطوة التي تليها نقيم المشتقة مشتقة الدالة عند 2.2 بالعشرة بالحالة هاي تساوي 4 ضرب 2.2 بالعشرة لأنه هنا الأربعة لاحظوا لي أرجوكم 4 في X فأربعة ضرب X اللي اعتبرناها اللي هي 2.2 بالعشرة سالب 4 يساوي 4.8 وهي أكبر من صفر إذن نقلل الآن القيمة فلاحظوا الآن انتقلنا من ثلاثة هنا التقدير باتجاه اليسار إلى 2.2 بالعشرة خلينا نقول بالله هي هذا الآن هذا 2.2 بالعشرة لاحظوا لي كيف تلمسنا طريقنا نحو المينيمم وبالتالي يعني نتجه احنا بالاتجاه الصحيح الخطوة التي تليها انه بدنا نختار قيمة ابتدائية ثالثة يعني هنا الأولى اكس نوت الثانية اكس نمبر 1 الثالثة اكس نمبر 2 تساوي اكس نمبر 1 السابق عليها مطروح منها ألفا في تقييم مشتقة الدالة عند اكس سب 1 وتساوي في هذه الحالة 2.2 بالعشرة سالب 1 بالعشرة مضروب في 4 هنا لاحظوا التعويض عنها 4.8 بالعشرة وتساوي هذه القيمة الثالثة التي حصلنا عليها 1.6 إذا انتقلنا الآن من 2.2 بالعشرة إلى تقريبا هنا لاحظوا لي إلى هنا معنى ذلك أننا نقترب من المينيمم الآن نقيم الدالة عند أو يعني مشتقة الدالة عند هذه القيمة فإذا F برايم عند X2 تساوي 4 كما ذكرنا هنا لاحظوا لي هنا أرجوكم مضروب في 1.62 سالب 4 وتساوي 4 عفوا 2.8 4.8 2.48 أكبر من صفر معنى ذلك يجب أن نقلل فبنختار هذه القيمة فالآن القيمة X sub 3 اللي هي القيمة الرابعة تساوي القيمة الثالثة مطروح منها قيمة ألفا مضروبة في قيمة مشتقة الدالة عند أكس الثانية وتساوي 1.62 سالب 1 بالعشرة في 2.48 فتصبح القيمة الآن 1.35 إذا الآن نقترب ثم نقترب تقريبا هنا هذه القيمة
هذه القيمة هنا سأضعها الآن ب يعني تساوي 1.3352. هنا هاي 1.3352، لا تأخذون أنا بكتب بخط الإيد، وبالتالي اقتربنا ثم اقتربنا وهكذا. لا أريد أن أكمل لأنها ستحتاج أكثر من كمان يعني 10 دقائق إضافيات. أحببت أن أستخدم هذا المقطع فقط كمقدمة لطريقة الصعود أو الهبوط الأسرع أو الأحد لأحبتنا الطلبة في الرياضيات والاقتصاد الرياضي، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة منه. وإن شاء الله في المقطعين اللاحقين سنحل إن شاء الله مسألة كاملة من أولها إلى آخرها حتى نصل بالضبط إلى المينيمم والماكسيمم، ثم ننتقل. طبعا هذه الآن هذه الدالة هي من متغير واحد هو أكس، رغم أنه تربيع وهنا القوة واحد، لكن سنستخدم إن شاء الله نفس الطريقة في حل مسألة ستيبس ديسنت أو أسنت، طريقة الصعود أو الهبوط الأسرع أو الأحد لدالة في أكثر من متغير واحد. وإن شاء الله نلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.